امبارح تم افتتاح التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الجديد في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب حتى تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة امبابة. المحور ده يا جمانة في منتهى الأهمية. ليه؟ لأنه بيساعد بشكل كبير في خفض الكثافات المرورية وبيساعد في تقليل زمن الرحلات، وتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا المحور. ممكن يحل مشكلات مرورية فين بالتحديد؟ نقدر نستفيد منه أقصى استفادة إزاي؟ بصحبتنا اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى عبر الهاتف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نسأل حضرتك، إيه أهمية هذا المحور؟ المواطن المصري يستفيد بيه إزاي بالتحديد لو هو من سكان فين بالضبط؟ يعني هو هيخدم على منطقة إيه بالتحديد؟ طيب خليني اقول لحضرتك الاول ان المحور ده زي ما حضرتك تفضلت من شويه هو محور ايقوني في محافظه الجيزه، لان محافظه الجيزه بقى لها فتره طويله عندها مشكله بين الشرق والغرب نظرا لوجود مانع صناعي اللي هو السكه الحديد. تمام. والسكه الحديد ده عامل مشكله في المعابر من الشرق للغرب والعكس. المعابر اللي كانت موجوده خلينا نعدها، طبعا معروفه، نفق الهرم، كوبري فيصل، كوبري العمرانيه القديم، بعض المزلقانات زي نهيه وانكارس وبولاق، واعتقد ان هذه المعابر اصبحت لا تتناسب مع ال 120 مليون مواطن. دلوقتي من الكثافات السكانيه اللي موجوده في المنطقه دي واللي بتتنقل من الشرق للغرب عبر هذه المعابر يوميا لا يقل عن 10 مليون مواطن. فطبعا وده كان بيعمل كثافات في منطقه كوبري فيصل والهرم وبولاق وجامعه الدول العربيه، والكلام ده كله الناس كلها عارفاه، ودي كانت مشكله في محافظه الجيزه. هذا المحور هو محور عربي واول محور عربي يتعمل في القاهره الكبرى، لان جميع المحاور اللي موجوده في القاهره الكبرى كلها محاور طوليه، وخلينا نعدهم مع بعض برضو هنلاقي محور 26 يوليو موازي للطريق الدائري، موازي للاثنين دول محور تحيا مصر. هذا المحور هو أول محور عربي يربط المحاور دي كلها مع بعض ويعمل معابر من الشرق للغرب، وطبعا زي ما حضرتك تفضلت بيقلل زمن الرحلة وده راحة للمواطن، بيقلل استهلاك الوقود، بيحافظ على البيئة طبعا. وخلينا ناخد يعني على سبيل المثال لا الحصر، يعني ان شاء الله احنا افتتحنا التشغيل التجريبي دلوقتي المرحله الاولى من دائري المنيب وحتى دائري الوراق شمالا، وان شاء الله بنستكمل خلال اشهر قليله للربط على محور تحيا مصر بطول 2 كيلو و800 متر. يعني تخيل حضرتك ان المواطن النهارده اللي هيكون في شارع جامعه الدول العربيه في المهندسين هيطلع المطلع من جامعه الدول العربيه، هيخش على محور الفريق كمال عامر، هيخش على الكوبري الملجم محور تحيا مصر، بالظبط في 5 دقائق بقى في شبرا، من المهندسين لشبرا. انا ده بقول ان ده خيال علمي يعني. طيب يا فندم اتفضل. بالاضافه طبعا لجميع الاماكن، يعني احنا حضرتك منطقه بولاق خدمناها، منطقه الهرم وفيصل بقى في مطلع ومنزل، بالاضافه ان احنا طورنا محور ترسة موازي لشارع الهرم لتعويض شارع الهرم دلوقتي بيتعمل الخط الرابع للمترو فيه. صحيح. فبقى في محور تبادلي، وهذا المحور بيربط دخولا وخروجا على محور الفريق كمال عام. اتفضل يا فندم. طيب سياده الوقت، طبعا بعد التحيه يعني حضرتك يعني حاولت توصل للساده المشاهدين المناطق اللي بيخدمها المحور ده، بس عشان نكون نوصل معلومه بشكل مباشر للساده المواطنين ويقدروا يستفيدوا من هذا المحور بشكل اكبر، بما انه تم الافتتاح التجريبي، المطالع والمنازل بالظبط فين يا فندم؟ حضرتك هناخدهم من البدايه. في وانت جايه من دائري المنيب حضرتك تقدري، وانت جايه من على الدائري اللي جاي من المعادي تخشي على محور الفريق كمال عامر، في نازله عند منطقه العمرانيه تنزلي، لو انت هتعملي يوتيرن من تحت الكوبري وترجعي تخشي على شارع هاتم المرسلين وترسة اللي ممكن في اتجاه الرماية، او لو انت هتكملي على طول في الناحية التانية اللي جاي في منزل، يعني في منزل ومطلع اللي يدخل على ترسة واللي يدخل على خاتم المرسلين واللي خارج من خاتم المرسلين، او ان احنا نمشي علوي، وفي منزل هيبقى ان شاء الله، بس ده لسه يعني في خلال ايام قليلة قادمة هينزل عند جامعة القاهرة،
وده خلاص جاهز، او نكمل على طول في منزل على بولاق ومنزل على محور صف اللبن، نربط على محور صف عند جامعه القاهره، نكمل على طول في منزل ومطلع على شارع جامعه الدول العربيه، ياخد من جامعه الدول العربيه ويدي جامعه الدول العربيه، وفي الاتجاه العكسي، وبعد كده قدام رابط على محور 26 يوليو في جميع الاتجاهات، وهيخدم على منطقه مثلث تشتيل بعد كده. هنكمل على طول ثم الربط على منطقه دير الوراق في الاربع اتجاهات، من الاربع اتجاهات رابط على الدايري، يعني ياخد من الدايري اللي جاي من اكتوبر ينزل، واللي جاي من المحور يطلع يكمل على مصر الجديده والعكس، ثم الربط على محور صحيا بقى. يعني اللي انا فهمته كده ان هو محور عرضي زي ما حضرتك قلت، بيخدم 26 يوليو جامعه الدول العربيه صفه اللبن فيصل هرم، هل دي بدايته ودي نهايته؟ يعني هو موازي كده المحور الليبيني او محور الاكستنشن بتاع المعادي؟ لا يا فندم، هو عرضي عمودي نايم على كل المحاور دي. كل المحاور اللي اتفضلت عليها دي كلها محاور طوليه، لكن هو يعني كان اول بدايته فين يا فندم ونهايته فين بالظبط؟ بدايته يا فندم جنوبا عند المنيب تحديدا، دايري المنيب، تمام، ونهايته في المرحله اللي احنا افتتحناها الدايري شمالا عند دايري الوراق، تمام، بطول 12 كيلو متر. 12 كيلو متر. طيب بطول 12 كيلو متر يا فندم، لكن عدد الحارات المرورية كام حارة؟ يتراوح من 3 ل 4 حارة مرورية في كل اتجاه، وروعية في التصميم بتاعه طبعا ان احنا الاماكن اللي هي مكتظة بدأنا نعمل الكوبري او المحور ده بقى باسلوب الدبل ديك، بقى دورين، ورجع فرد تاني بقى اتجاه واحد، بيعمل السيولة المرورية، واربع اربع حارة مرورية في المنطقة دي كافية جدا جدا للسيوله المريه. اسلوب الدورين او الدبل ديك اللي حضرتك اتكلمت عنه لو موجود في صفه اللبن مثلا على سبيل المثال، اصعب مناطق تم تنفيذه فين؟ يعني بتم تنفيذها في قد ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه مهمه بمناسبه اصعب مناطق. طبعا احنا لما بنقول بنعمل محور بطول 12 كيلو والجزئيه الثانيه 3 يعني 15 كيلو، في منطقه الجيزه او القاهره الكبرى تحديدا مناطق صعبه جدا، المرافق والبنيه التحتيه في المنطقه دي قديما كانت متهالكه. احنا واحنا شغالين طبعا ده كان مسار اسمه ترعه الزمر زمان، صحيح، ماشيين على مسار الترعه، وبالتالي كانت جميع المرافق بتاعه محافظه الجيزه موجوده في الترعه، سواء خطوط الصرف الصحي او الميه او الكلام ده كله. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ودي كانت اهالينا في منطقه فيصل والهرم وبلاد الدكرور وبشتيل بيعانوا منها، العمرانيه، ان خطوط الصرف الصحي كانت خطوط الاسبستوس القديمه اللي تم تنفيذها في اوائل القرن الماضي، ودي كانت حاجه يعني خطوط الصرف الصحي بتبقى خطوط انحدار على اعماق من 6 ل 8 متر. طبعا الخطوط دي تهلكت، حصل تسرب من الحمأه بتاعه الصرف، حصل تشبع للتربه، حصلت مشكله مع خطوط الميه وبقت تعمل مشاكل للناس. تم تغيير اثناء التنفيذ جميع خطوط الصرف الصحي بخطوط جديده، تم تغيير شبكات الميه، تم احلال شبكات الكهرباء 220,000 و66,000 و11,000، ودون ان يشعر المواطن اشتغلنا في اصعب الاماكن. يعني حضرتك طبعا احنا كل ده كانت اساسات عميقه، اساسات عميقه يعني خطوط غاز ضغط عالي، خطوط اتصالات طبعا، كل ده تعاملنا معاه. الحمد لله ما حدش شعر يعني بمشاكل اثناء فتره التنفيذ، ويمكن ده مش مبرر، ولكن هو احنا المحور مده تنفيذه لم تتجاوز الثلاث سنوات، بس منهم حوالي سنه بنغير جميع المرافق بتاعه المنطقه على اساس ان ما حدش هينفع يخش على المحور تاني يغير اي مرفق. طيب في نقطة تانية كمان يا فندم مهمة جدا، وهي التعامل مع المسافة المتداخلة مع المحور وأيضا الخط الثالث لمترو الأنفاق. طبعا احنا اشتغلنا من خلال تنسيقات، احنا أجهزة الدولة جهاز واحد، اتنسقنا طبعا مع مترو الأنفاق، نسقنا مع السكة الحديد، نسقنا مع جميع الشبكات، ويمكن حضرتك هتشوفي إن في الخط الثالث المسافة بيننا وبينه يعني بسيطة جدا واحنا ماشيين. طبعا المحور ده من الصعوبه بمكان في تنفيذه ان هو كان زي ما حضرتك تفضلتي محصور بين اهالينا المواطنين والناحيه الثانيه السكه الحديد والتطويرات اللي بتحصل سواء في الخط الرابع او المونوريل قدام او الكلام ده كله، صحيح.
التنسيقات اتعملت بالكامل وكل واحد اشتغل في اتجاهه واحنا شغالين من خلال دولة يعني صحيح. صحيح صحيح مفهوم جدا. طيب هل الدولة هتستغل المساحات الموجودة أسفل الكباري لعمل محلات تجارية كما جرت العادة وشفناها في محاور مرورية أو كباري أخرى؟ بص يا فندم احنا عندنا الطريق السطحي تحت ده الاساس فيه ان طريق سطحي ان احنا عشان طبعا المواطنين او الكيانات اللي موجوده تحت تستغل هذا الطريق، اما الحاجات اللي بتبقى اسفل الكباري فبيتم استغلالها من خلال المحافظه واعتقد ان في نموذج اتعمل من عند المستغلين الشرقيون في نصر الدين وانت رايح على دير المنيب المحافظه نفذته حاجه راقيه جدا مواقف اتعملت مواقف لكل اهالينا اللي موجودين هناك ان لن يجوز مش هينفع بعد كده ان احنا نقف في الشارع نقفل الطريق السطحي اتعملت مواقف كويسه اتعملت بعض المحال التجاريه والكلام ده بيتعمل لاسباب كتير اول حاجه بيحافظ على البيئه النظيفه اسفل الكباري لان طبعا مش عايزين اي استغلالات او ان حاجه تخش تلوث المناظر فده من خلال المحافظه واعتقد المحافظه ان شاء الله هتقوم بدورها في الموضوع إن شاء الله يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. نشكر اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى.